البلاد ديالنا غادي الجفاف، وإلا ما حافظناش على الثروة المائية غنخرجوا شي حاجة لا تحمدوا عقباها. البلاد ديالنا غادي الجفاف، وإلا ما حافظناش على الثروة المائية غنخرجوا شي حاجة لا تحمدوا عقباها. عندنا واحد الإنذار على أن الماء غادي وتيقل، وانه لما صبت الشتاء من هنا لقدام فاحنا غنضروا من الماء وما غنلقاوش باش نشرب. جينا كمجتمع مدني الى جانب شركه ليديك والسلطات المحليه باش تكون واحد الحمله تحسيسيه للمواطن على اساس انه يرشد المياه وتكون واحد العقلنه في المياه. احنا متواجدين بسوق الغرب اللي معروف بسوق الجماعه لانه هو رئه ديال درب السلطان. ملي كنتكلموا على درب السلطان كنهضروا على الدار البيضاء كلها. هذه العمليه التحسيسيه اللي انطلقت اليوم من سوق الجماعه وغادي تعم جميع تراب عماله درب السلطان الفيضاء بحضور عدد من جمعيات المجتمع المدني اللي كتفوق واحد 12 جمعيه اللي اليوم كترافقنا. البلاد ديالنا معرضه للجفاف، الماء غادي ويقل، لازم تدبير بالعقل نتعاونوا جميع الحل. كنتواجدوا بدرب بوشنتوف ودرب بلديه ساحه التاج من اجل واحد الحمله تحسيسيه توعويه اللي كتنظمها فعاليه المجتمع المدني والسلطه المحليه وشركه المواطنه ليديك. اليوم نزلنا عند المواطن باش نوصلوا رساله بسيطه جدا ان الماء ثروه يجب المحافظه عليها. انسان خصو يقوم بواحد العمليات اليوميه اللي كيقوم بها وما كيحش بها بانه كيقدر انه يخسر فيها الماء. بار اكزومبل في غسل الاواني ما فيها باس الانسان ملي يغسل الاواني ما يبقاش يخلي داك السنوبر محلول، يدير واحد البانيو يقدر يدير فيه الاواني كلهم وكتكون واحد العمليه اقتصاديه. خرجنا باش نوصلوا هذا الميساج هذا، وان المواطن كنا مسؤولين من اجل المحافظه على هذه الثروه اللي غدا وكتقل، حيت حنا بلادنا تقدر تتعرض للجفاف الا ما صبتش الشتاء. من دابا نتوحدوا من اجل تغيير السلوكيات المنزليه اللي كتضر بالماء والثروه المائيه. كان واحد التجاوب كبير مع هذه الحمله وكنحسوا بان الناس واعين بهذا المشكل، طرحوا علينا بعض الاسئله، حسينا بانه كاين الاحساس بالمسؤوليه من طرف هذه الساكنه. كنشوفوا بان المواطن انخرط انخراط ايجابي هذا المنشور اللي حنا كنوزعوا. المشكل اللي كاين اليوم هو المشكل ديال الاجهاد المائي والنقص اللي عندنا اليوم في البلاد ديالنا من ناحيه الفرشه المائيه. الحمد لله لقينا واحد الاستجابه مع المواطنين. الماء ثروه مهمه، راه الا ما حافظناش عليها غنمشيو في الهويه.